السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير، وهاد الفيديو لقاكم بصحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله. اللي اول مره غيدخل القناه ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا اي جديد. مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوه العيد، اللي بما اننا مقبلين على العيد غادي نقدم لكم واحد الحلوه سهله وبعجين واحد خرجت منها 6 الاشكال كما كتشوفوا، وبمقادير بسيطة وسهلة ومتواجدة في أي بيت. خليكم معايا ندوزو للمقادير. بسم الله، غادي نحتاجو زبدة، نص كيلو نتاع الزبدة. أنا خديت واحد دوك الطاسة مارغرين فيها 500 غرام ديال الزبدة. غادي نحتاجو خليتها بحرارة المطبخ، درتها في القطعة لانه غنخدم في هاد. غنحتاج جوج كيسان ديال سنيده، سكر الخشن، غنضيف الكاس الثاني كاس العنبه، انا كنعبر هنا بكاس العنبه، هاد الحلوه راه كتجي هشيشه هشيشه بزاف. حيت غادي نضيف لها مايزينا. غادي هنا نحتاج جوج خمارات تاع جوج سكر، جوج صاشين تاع فاني، سكر فاني. وغادي نخدمها بيديا، ما بغيت نخدمها حتى المهم بغيت نخدمها بيديا. كنخدم مزيان حتى كتولي بحال لاكريم. وغادي نزيد هنا 3 ديال البيضات، غنبقى نضيف شويه بشويه. حتى نكمل البيض كامل. وغادي نزيد كاس ديال الزيت، كاس العنبه نتاع الزيت، ونخلط المكونات مزيان مزيان حتى يولي على شكل لاكريم. كنضيف الزيت تدريجيا، ما نضيفوش دفعه واحده. هيا من بعد ما ولات لاكريم غنزيد واحد الكبيسه نتاع الملح، نسيت ما درتهاش في الاول. وغادي نزيد هاد النكهه نتاع الليمون تاع الحامض، اولا بشور الحامض اختياري انا، غير هاد النكهه هادي كتعجبني، كيعجبوني هاد النكهه، ديما كنضيفهم في سميتو في الوصفات ديالي. وغادي نزيد الدقيق حسب الخليط، هنايا عبرت بزلافه. وغادي نزيد 3 نتاع الخمارات ديال الحلوه، ثلاثة ديال الخمارات والتدقيق. الدقيق قلت التدقيق، الدقيق غادي نزيدو تدريجيا حتى يتجمع لينا الخليط. تقريبا احتاجيت كيلو ديال الدقيق. مره كنزيد مره كنزيد الدقيق وكنجمع الخليط حتى كيتجمع. هنا من بعد ما جمعتها غادي نزيد زلافه ديال مايزينا، ما عمرش بزاف ولكن ما غاديش نخليها تتجمع بزاف، نخلي شويه العجين لين. وغادي نزيد زلافه تاع مايزينا غنجمع بها العجين، كتعطي واحد كتجي الحلوه هشيشه بزاف. ها هي من بعد ما جمعتها القوام ديالها كيفاش تيجي. غادي نقسمها على 6 اشكال، 6 ديال الكويرات. ناخذ الشكل الاول، غادي ناخذ الورق الغذائي او البلاستيك الغذائي باش نخدم العجينه على هذا الشكل صابلي. وخير ماشي صابلي ولكن غنخدم على شكل صابلي، على هذا الشكل هذا. غنطلق العجين بالمدلك مزيان، من بعد ما طلقتها تكون رقيقة شوية.
غنخدم على شكل صابلي، غناخد هاد، انا ما عنديش الطابع ديال بحال ديال الشاده، خديت هاد بحال شكل طابي، راه كتباع ب5 دراهم، درتها فوق العجين وغادي ندوز فوق المدلك تيترسم فيها داك الزواق اللي فيها، ترسم لي في العجين هكا على هذا الشكل. هذا عندكم الطابع، ديروا الطابع. وناخذ الطابع دائري او كاس، وغنبقى نطبعها بحال هكا. ممكن تعوضوا هذا الطابع بالكاس، الا ما متوفرش ديروا كاس. هيا غادي نوضعها في الطاوة تكون مدهونة او عليها ورق طهي حتى نكمل هاد العجين كاملة. وهنا غنكون سخنت الفران، درتو كيسخن. هيا راه درتها في الطاوة وغادي نديرها في الفران، وغندوزو للشكل الثاني. تاو غنخدمو على شكل صابلي كما خدمت الشكل الاول، بورق الطهي. عندكم بلاستيك غذائي ديروا بلاستيك غذائي. ها هو راه خليته شويه غليظ، السمك ديالو خليته شويه غليظ، وغادي نزيد له كاوكاو يكون مهرمش من فوقها. انا فضلت هذه الطريقه، هذه صراحه سهله وما كتاخذش الوقت. بغيتو ديرو بيض البيض وكيت تطبعو كيت طبعوها ديروها في بيض البيض وتحطوها في الطاوة، هكا كتجي ساهله صراحه ما كتاخذش الوقت بزاف. وغادي ندوز فوق من المدلك حتى يترسم، حتى يترسم داك سميتو في العجين، الكاوكاو في العجين على هذا الشكل هذا. وغادي نديرها على شكل هلال بداك الطابع النيس اولا بالكاس. ها هي على هذا الشكل هذا، تجي على شكل هلال. وغادي نديرها في الطاوة تكون مدهونة اولا فيها هاد ورق الطهي، ونبقى نخدمها حتى نكملها الشكل. ها هي من بعد ما شكلتها راه درتها في الطاوة، وغادي نديرها في الفران يكون متوسط الحراره، خليها حتى طيب وندوزو للشكل الثالث. خديت العجين ورقتها، وغناخذ جراره غادي نقاد الجوانب، بغيت تجيني على شكل مربع. وغناخذ الزنجلان كما قلت لكم، انا الطريقه صراحه جاتني ساهله ساهله وما خدات ليش الوقت بزاف. كما درت الكاوكاو ودرت العجين الاول، غادي ندير حتى لهذه بالزنجلان. بغيتو حتى تطبعوها غادي ديروها في البيض وديروها تشندوها في الزنجلان، لا ممكن. هنا هذه ما كتاخذليش الوقت. هيا دابا هنا غادي نخدمها بالمدلك، وانا غادي نشكلها. خديت الطابع المربع وغادي نطبع الشكل اللي عندكم، الشكل اللي متوفر ديروه. انا عندي هذا الشكل المربع، غادي نخويها من الوسط. ورا ديك العجين اللي كتشيط اللي غادي تشيط، ما خدموها تعاودوا تخدموها، راه ما عندها حتى شي، بالعكس تخافوش من داك الزنجلان اللي فيها، غير عاودوا تلقوها وخدموها عادي. هنا غادي ندير حتى نكمل، حتى هي كذلك نوضعها في الطاوة تكون مدهونة او عليها ورق الطهي، وغادي ندخلها الفران يكون درجة الحرارة متوسطة. راه نفس الشكل نيت، غير هذه هي تكون الطبقه التحتانيه على شكل طبقه تحتانيه. ناخذ نفس الطابع وغادي نطبع به الطبقه التحتانيه، ونديرو كذلك حتى هو في الفران. غندوزو الشكل الرابع، غناخذ العجين نديرها كويرات على هذا الشكل هذا حتى نكملها حتى هي، وندير وندخلها للفران تكون درجة الحرارة تكون متوسطة، حيت الحلوة دغيا كتخطف. غندوزو للشكل الخامس،
غادي ناخذ العجين ونسرح فوق طاوله العمل، وغادي ناخذ جراره وغنديرها على شكل مثلث على هذا الشكل هذا. غادي نضعها في الطاوله وغادي ندخلها للفران. هاي العجين من بعد ما طابت صراحه كتجي شاشيشه وكتجي لونها ذهبي، ما خليتهاش حتى تحمرت بزاف حتى تخطفت، لا شوف راه كتجي شيشه. هنا غيبقى لي غير التزيين، ندوز مرحله التزيين. الشكل الاول غناخذ الكوك نوع مزيان، وناخذ الشوكولاته الابيض اللي ذوبته في الميكرووند اولا في حمام مريم، انا ذوبته في الميكرووند. وغناخذ الشكل الاول هكا غادي نديرو في الشوكولاته الابيض وغنفندو في الكوك. غادي نوضعها هكا في شي بلاطو، نفرش عليه بابي حتى نكمل هذا الشكل هذا، نخلي جانبا. وهنا كذلك ندوزو الشكل الثاني، غادي نحتاج الشوكولاته الاسود حتى هو ذوبته في ميكرووند اولا في حمام مريم. غناخذ الكاوكاو والكوك على حسب الكميه اللي عندك، انا خديت هذا الشيء ما خديتش العبارنيشان، المهم خديت الشوكولاته. غادي نضيف له واحد جوج معالق ديال الكوك، الكوك كيعطي واحد المذاق رائع صراحه، كيعجبني انا الكوك. وهنا بغيتو تكتفيو غير بالكاوكاو كتفيو غير بالكاوكاو ما ديروش الكوك. غادي نخلط المكونات، وغادي ناخذ الشكل الثاني غادي نديرو في داك الشوكولاته اللي ذوبتو، وغادي نديرو في شي صينيه اولا سميتو فيها ورق الطهي، حيت هاد سميتها غندخلها تبرد في الثلاجه اولا نخليها جانبا تبرد. هذا دابا الجو بارد دغيا 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 الشوكولاته ياخذ الشكل ديالو. هنا تنكملها كامله وغندوزو تالي الشكل الثالث. ناخذ الشوكولاته الابيض اللي دايب والشوكولاته الاسود حتى هو اللي والكوك. ناخذ الشكل الثالث على هذا الشكل هذا وغادي نعمرو بالشوكولاته الابيض هكا، ما نخليش يقيس لي حتى نكملهم كاملين. ندير وحده فوق وحده وسط منهم الشوكولاته الابيض حتى نكملهم كاملين، نديرهم جانبا يشد راسو. وهنا غادي ناخذهم، شوفوا الشكل كيفاش غادي ندير له. غناخذ الاولى اللي بردات ملي الشوكولاته يتجمع، وغادي ندوز غير الجوانب ديالها بالشوكولاته وغادي نديرهم في الكوك على هذا الشكل هذا. ما تخليوش الشوكولاته يوسخ الكاطو على هذا الشكل، شوف كتجي رائعه صراحه لا مذاقا ولا شكلا. ناخذ الثانيه، نحاول الشوكولاته ما يقيش الوسط غير الجوانب، نديرهم في الكوك وحتى نكمل عاوتاني. ندوزو الشكل الخامس ولا ما عقلتش، المهم ندوزو الشكل هذا. ناخذ الشوكولاته اللي ذوبتو غنديرو في ديك الجيب الحلواني اولا انا شديت غير كغيط ورق الطهي ودرتو وسط منه ودوزتو هكا خطوط عشوائيه، ونخليه جانبا وندوزو للشكل التالي. غادي ناخذ الكونفيتور، يعني هاد المكونات صراحه راه متوفره في اي بيت، وغندير ندير هكا ندير وحده فوق وحده على هاد الشكل هذا بحال هكا. وبالنسبه للاشكال ضيفوا اي شكل نتوما كتبغيو، اي شكل عندك في البيت، اي طابع عندك في البيت، ماشي بالضروره هاد الاشكال هادي. انا غير وريتكم يعني كيفاش بشكل بعجين واحد تخرجي بزاف ديال الاشكال، وكميه كبيره صراحه، عطاني كميه كبيره. وهنايا الشكل الاخير غادي ناخذ الشوكولاته الاسود غندوبو في حمام مريم اولا في ميكرووند، وغادي نديرو في شي بلاطو ندير عليه ورق الطهي لانه الشوكولاته خصك ضروري تدخلي للثلاجه. هنا غادي نكمل هكايا، غادي نديرو في الشوكولاته ونحطو في شي بلاطو، ندخل للثلاجه نخليه جانبا حيت الجو اصلا بارد،
ها هو من بعد ما برد خديت شويه الشكلاط ابيض وشويه الشكلاط اسود وخلطتهم حتى عطاني هذا اللون ودرتو في الكاغيط ودوزتو هكا خطوط عشوائيه. والشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا ديال الحلويات ديالنا غادي نخلي جانبا ياخذ يبرد شويه حيت الشكلاط راكو عارفين صراحه راه كتعطي كميه وفيره جدا كافيه وباشكال مختلفه كتجي رائعه وهشيشه حتى في المذاق هشيشه بزاف بزاف. ديك الزلافه نتاع مايزينا راه عطاتها واحد الهشاشه بوحدها صراحه ومذاق رائع. وهذا الشكل النهائي ديالنا وبالصحه والراحه نتمنى تجربوها. ها بعجين واحد خرجت هذه الاشكال كامله خرج لي كميه كثيره راه غير وضعت في الطبسيل الصغير باش نوريكم وصافي. وهنا تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه. انا درتها في طاسات كبار شويه ودرتهم في الثلاجه لانه الشوكولات فضلت نحتفظ بها في الثلاجه كامله ما خليت حتى شي حاجه برا. وبصحه وراحه نلقاكم في فيديو جاي ان شاء الله.